السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة المتابعون الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا اليوم المبارك، يوم عيد الفطر. أهله الله علينا وعليكم باليمن والبركات. واحد السؤال اللي طرحوا عليا مجموعة من الإخوة في التعليقات عنده علاقة بالضمانة أو الضيافة. كاين عندهم واحد الخلط بين الضمانة والضيافة، خصنا نوضحوا هذا الفرق. هذا شنو هو الفرق بين الضمانة وبين الضيافة؟ كاين الناس اللي باغين يمشيو عند فرد من الافراد ديال الاسره ديالهم خارج الوطن يلتحقوا به في اطار زياره عائليه، وكاين الناس اللي عندهم شي فرد من الافراد الاسره داخل الوطن باغي يدير لهم الضمانه. واش هاد الضمانه هذه كتعفي من باقي الوثائق؟ لا الاخوان، اول حاجه خصنا نفهموا ان الضمانه هي وثيقه الانسان اللي باغي يلتحق عند الاسره ديالو في خارج البلاد، او لا شي حد من افراد الاسره ديالو باغي يدير ليه ضمانه داخل الوطن. هذه الوثيقه هذه يمكن نعتبروها هي لا بريزون شارج، بمثابه لا بريزون شارج. اذا شنو الدور ديالها؟ انا مثلا عندي فرد من افراد الاسره ديالي خارج الوطن وبغيت نمشي عنده، اذا شنو هما الوثائق المطلوبه؟ من بين هذه الوثائق هادو هو انه خصو يصيفط لك ضمانه لا بريزون شارج. يعني هاد الضمانه هذه شنو المعنى ديالها؟ كتعني ان هذا السيد هذا اللي هو خارج ارض الوطن او داخل ارض الوطن غادي يدير لك واحد لا بريزون شارج، يعني غيتحمل التكاليف ديالك ديال السفر ديالك. وهذه الضمانه هذه تعفيك انت من كشف الحساب البنكي، وتعفيك من مبلغ المبالغ الماليه التي يجب ان تكون عندك في حسابك البنكي، بمعنى ان الامور الماديه كلها هذا السيد اللي هو فرد من افراد ديال العائله ديالك هو غادي يتكفل بها. شكون هما هاد الناس هادو او هاد الافراد او هاد الافراد ديال الاسره اللي ممكن يديروا لي انا الضمانه؟ عندك يا اما يكون الاب ديالك او الام ديالك او الاخ او الاخت او الابن او البنت او الزوج او الزوجه. دونك هادو هما افراد الاسره اللي مسموح لهم يديروا لك الضمانه، وخاص يكون عن طريق ديك الوثيقه اللي قلنا ديال لا بريزون شارج او تحمل تكاليف السفر. وغادي نوضح لكم كيفيه ملء هذه الوثيقه. اذا الاخوان غادي نوضحوا الان كيفيه ملء استماره ديال لا بريزون شارج. وكما كتشوفوا هذه هي الاستماره، هذا نموذج ديالها، هذه خاصه بالقنصليه الاسبانيه، ولكن راه نفس المعلومات اللي كيكونوا فيهم هما هادو. ممكن نخلي لكم او غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وممكن تقوموا بالتحميل ديالها عن طريق الموقع بي ال اس او تي ال اس كونتاكت حسب القنصليه اللي غادي تدفعوا ليها الفيزا. دونك كما كتشوفوا هنا باللغتين الفرنسيه والاسبانيه لانها خاصه بالقنصليه الاسبانيه، هنايا كتكون وكان نكتبوا الاسم ديال الشخص اللي غادي يضمن، السميه ديال الشخص اللي غادي يضمن غديرها هنايا بالحروف اللاتينيه، وهنا رقم البطاقه الوطنيه ديالو، وهنا مكان الاقامه ديالو سواء كان داخل الوطن او خارج الوطن. اذا غنوصلوا لهاد المرحله هادي، هنا كتوضح نوعية العلاقة بينك انت كضامن وبين الشخص اللي غادي تضمنه. وكما قلنا هادو هما افراد الاسرة اللي ممكن تضمن، ممكن تضمن الزوجة، ممكن تضمن الزوج، ممكن تضمن الام. دونك على حسب نوع القرابة اللي بينك وبينه غادي تقوم غتكرشيها هنايا. دونك هنا الام، هنا الاب، الاخ، الاخت، زوجة الأب، يعني حتى زوجة الأب ممكن نقوموا بالضمانة ديالها، هذه نسيت ما ذكرتهاش لكم في الأول، زوجة الأب، أو زوج الأم، زوج الأم. إذن هنا زوجة الأب هذه ما ذكرناهاش في السابق، دونك حتى هي ممكن نضمنوها، زوجة الأب، أو زوج الأم، حتى هو ممكن نضمنوه. إذن هنا في هذه المرحلة هذه كدير الاسم ديالو. دونك مثلا غادي تضمن الزوجه غنديروا الاسم ديالها هنا، وهنا مكان الازدياد ديالها او ديالو، رقم البطاقه الوطنيه ديال الشخص اللي غادي تضمنو، المهنه ديالو، وفي حاله كان بدون المهنه كتكتب هنا سون بروفيسيون. وهنا العلاقه بينك وبين الشخص اللي غادي تضمنو، يعني مثلا كانت في حاله كانت الزوجه غتعاود تكتبها هنايا مون ايبوز، او كان الزوج غتكتب هنا مون ايبو. دونك غنهبطو لهاد المرحله الاخرى اللي فيها هنا الاطفال. في حاله كنتي غتضمن حتى الاطفال، يعني غتكتب الاسم ديال الطفل
او الابن او الابنه ورقم جواز السفر ديالو، ممكن حسب عدد الابناء اللي ناوي انت تضمنهم او دير لهم لا بريزون شارج. وكنجيو هنا كتصرح بانك غادي تتكفل بالمصاريف كامله او مصاريف ماديه طيله مده اقامه هذا الشخص اللي غادي تضمنه في الديار الاوروبيه. هنا كما قلنا نموذج هذا عنده علاقه باسبانيا، دونك هنا مكتوبه اسباني، ممكن تغيرها، ممكن دير فرنسا او بلجيك على حسب البلد. انك كتكفل جميع المصاريف الماديه ديالو، وانك كتصرح بالشرف بانه غادي يرجع بعد انتهاء مده الفيزا ديالو، يرجع للبلد ديالو. واحد النقطه اخرى نسينا ما ذكرناهاش، كاين بعض القنصليات مثلا القنصليه ديال هولندا بالاضافه لهاد لا بريزون شارج ممكن يطلبوا منك تصريح بالشرف، تصريح بالشرف بانك هاد السيد اللي غادي يجي او هاد السيده اللي غادي تضمنو راه غادي يرجع للبلد ديالو مع انتهاء الفيزا. وفي حاله ما رجعش ممكن مثلا يكون واحد البند ديال اللي غتخلص واحد المبلغ مالي او دائره في حاله ما رجعش. دونك هادو بعض القنصليات ممكن يطالبوا بتصريح بالشرف بالاضافه لا بريزون شارج. في الاخير كتجي هنا كدير تاريخ، تاريخ ديال ملء هاد الاستماره وتاريخ المصادقه ديال المصادقه عليها، وهنا الامضاء ديالك انت او امضاء ديال الشخص اللي غادي يضمن. ومن بعد كتاخذ هذه الوثيقه هذه وكتمشي تدفعها للسلطات المخوله بالمصادقه عليها سواء في بلد المجر او داخل ارض الوطن. في حاله كانت في داخل ارض الوطن غتمشي للمقاطعه وغتكاليزيها وكتدفعها مع باقي الوثائق ديالك. السيد اللي غادي يدير لك الضمان اللي هو فرد من افراد الاسره ديالك كيملا هذه الوثيقه هذه وكيصادق عليها في السلطات الرسميه اللي عنده في مكان ديال الاقامه ديالو، او لا اذا كان في المغرب خاصو يدير هذيك الضمانه، هذيك الشهاده ديال الضمانه لا بريزون شارج، ويسنيها ويمشي عند المقاطعه يصادق عليها في المقاطعه وكتدفع انت مع الوثائق ديالك في الملف. ماشي بالضروري. سؤال اخر اللي كيطرحوا عليا الاخوات يقول لي واش ضروري خصو يكون غادي يسافر معايا يعني حتى هو يطلب الفيزا معايا؟ لا ماشي ضروري، ممكن يدير لك الضمانه لا بريزون شارج ويرفق معها الوثائق ديالو ديال العمل وتدفعهم انت في الملف ديالك انت اللي طلبتي الفيزا. لان ديما فاش كتطلب الفيزا فاش كتعمر الفورميلير تيكون واش انت هو طالب الفيزا الاساسي او لا انت غتمشي مع شي واحد اخر، بمعنى انت غادي يضمنك شي واحد اخر وغتمشي معاه. انت غتدفع ملف ديالك شخصي فيه الوثائق ديال الزوج او الزوجه او الاخ او الاخت، الوثائق ديال العمل بطبيعه الحال، لان الضمانه كما قلنا هي غير وثيقه. الوثائق الاخرى المتعارف عليها هي الوثائق اللي كتثبت ان هذاك الشخص اللي غادي يضمنك عنده يا اما عمل قار، يا اما عنده شركه، يا اما فلاح، المهم الوثائق ديالو المهنيه تكون مضبوطه وتكون مصادقه عليها وتكون اجور، يعني ما تكونش فايت عليها الاجال، تكون اجور. كترفقهم مع ديك شهاده الضمانه اللي دار ليك ومع الوثائق ديالك انت وكتدفعهم للقنصليه اللي طلبتي اللي غتطلب فيها الفيزا ديالك. اذا هذه هي الضمانه. بالنسبه للاستضافه، الاستضافه كما قلنا الضمانه هي كتعوض او كتعفيك من كشف الحساب البنكي، لان ما كتبقاش انت اللي مطالب بكشف الحساب البنكي، كيولي هذاك الشخص اللي دار لك الضمانه هو اللي خصو يقدم كشف حساب بنكي يثبت الموارد الماليه ديالو. غالبا تيكون كشف حساب بنكي ديال 3 شهور او 6 شهور على حسب القنصليه اللي غادي تدفع ليها. اذا كما قلنا الضمانه هي كتعفيك من كشف الحساب البنكي. نجو دابا الاستضافه، الاستضافه كتعفيك من حجز، من الحجز الفندقي. بمعنى انت عندك مثلا فرد من افراد الاسره خارج الوطن، اذا باش نوضحوا هذه المساله، هذه الضمانه ممكن يديرها لك انسان او شخص او فرد من افراد الاسره داخل الوطن يضمنك الزوج ديالك او اللي يضمنك الاخ ديالك او الاب ديالك او اللي يكون خارج الوطن ممكن يدير لك الضمان. بالنسبه للاستضافه، الاستضافه كيديرها لك شخص اللي في الديار الاوروبيه او خارج الوطن او في امريكا او في كندا، هو اللي ممكن يدير لك الاستضافه، بمعنى ان الاستضافه تعفيك من الحجز الفندقي. بمعنى انك انت
فاش غادي تاخذ الاستضافه غير مطالب انك تقدم معها حجز فندقي. كاين واحد السؤال طرحوا عليا واحد الاخ قال لي انا عندي الاستضافه صيفط لي الاخ ديالي الاستضافه واش ممكن ندير معها الحجز الفندقي؟ لا اخي الاستضافه بوحدها كافيه وتعوض الحجز الفندقي. واحد النقطه اخرى اللي كنبغي نوضحها بالنسبه للاخوه، انا الا كنت غادي ندفع فيزا وغادي ندفع حجز فندقي من الافضل الحجز الفندقي ما يتجاوز اسبوع. علاش؟ لان حجز فندقي عنده علاقه بالموارد الماديه ديالك انت. الا انت كتحجز في فندق لمده 7 ايام ماشي بحال اللي كتحجز لمده 15 يوم او لمده شهر، لان يعني الفرق كيكون في التكلفه ديال الفندق، التكلفه ديال حجز الفندق. بمعنى الا غادي تحجز فندق لمده تتجاوز تكاليف او تتجاوز كشف الحساب البنكي اللي عندك انت، انت من تيكون الرفض ديال الفيزا. اذا نرجعوا للنقطه ديال الاستضافه، الاستضافه الاخوان ممكن فرد من افراد الاسره خارج الوطن يدير لك استضافه تكون فيها فوق من سيمانه، ممكن يدير لك 15 يوم، ممكن يدير لك شهر، ممكن يدير لك شهرين، ما كاينش اشكال. اذا بالنسبه للقنصليه انت ملي كتدفع الملف ديالك الى عندك استضافه ما كيهمش المده ديالها واخا تكون مده طويله، بينما الى دفعتي لهم حجز فندقي فيه مده طويله خاصه الا كان حجز فندقي وهمي، بمعنى انك حجزتي في واحد الفندق وما خلصتيش، بمعنى داك الحجز اللي كيكون انك ما تخلص حتى توصل، هو اللي كيكون اغلبيه ديال الحجوزات الفندقيه كيلجؤوا ليه الناس بزاف، لان انا مازال ما عرفتش واش الفيزا غتعطى ليا ولا لا، ما يمكنش ليا نخلص داك الوطيل. كندير حجز فندقي وهمي، وهمي مقصود به انني ما غاديش نخلص داك الفندق حتى نوصل تما، وهذه متعارف عليها ومجموعه ديال التطبيقات كتيح لك هذه الامكانيه هذه، مثلا تطبيق بوكين، تطبيق اغودا، وممكن نشرح لكم في واحد الفيديو بالتفصيل كيفيه القيام بحجز فندقي وهمي ومقبول لدى جميع القنصليات. اذا اخوان باش نرجعوا للنقطه الاساسيه، الحجز الفندقي من الافضل يكون مده ما كتجاوز اسبوع، ولكن الاستضافه ممكن دير فيها 15 يوم او شهر او لا مده كما بغات تكون، لانك انت هذيك الاستضافه ديرها لك فرد من افراد الاسره، يعني ما غاديش تخلص عليها والو، مجانيه. نقطه اخرى، انا عندي فرد من افراد الاسره ديالي خارج ارض الوطن صيفط لي الاستضافه، دار لي الضمانه. اذا هنا من الاحسن ديك الاستضافه اللي غادي يدير لك المده ديالتها تكون منطقيه بالمقارنه مع العمل ديالو هو، الرصيد البنكي اللي عنده في الحساب البنكي ديالو. الا كان عنده رصيد متوسط او ضعيف من الاحسن يدير لك استضافه ديال اسبوع او ديال 10 ايام. كان عنده عمل مزيان، عنده مداخل مزيانه وعنده حساب بنكي متوسط ولا حساب بنكي فيه مبالغ مهمه، ممكن ديك الساعه الاستضافه تكون طويله. اذا هنا باش نعاود نوضحوا الفرق بين الاستضافه او الضيافه وبين الضمانه، الاستضافه كتعفيك من الحجز الفندقي، والضمانه كتعفيك من كشف الحساب البنكي. بالنسبه للناس اللي ممكن يديروا لك الضمانه كما قلنا، الاخ، الاخت، الابن، الابنه، الزوج، الزوجه، الاب، الام. كاين طرحوا عليا بعض الاخوان تيقول لي انا عندي الاب انا والاخ ديالي، الاخ ديالي كاين خارج المغرب ولكن ما عندناش نفس الكنيه. هذاك ماشي اشكال لانه كيتعتبر الاخ ديالك. المهم ان فاش غادي يدير لك الضمانه وغيصيفط لك مثلا الوثائق ديالو ديال العمل، ضروري من بين الوثائق اللي خاصو يصيفط لك اثبات ديال هذه العلاقه اللي بينك وبينه انت، هذه العلاقه القرابه اللي بينك وبينه، واخا ما كتشتركوش نفس الكنيه، يقدر يكون مثلا الاخ ديالك من الام. اذا خصنا الحاله المدنيه اثبات ان كاينه قرابه، او اي اثبات كاينه قرابه بينك انت وبينه، سواء كان عند حاله مدنيه او عقود ازدياد او الى اخره. المهم الاخوان بالنسبه للضمانه، سؤال اخر اللي تطرح عليا هنا، واش انا ما خدامش انا في المغرب وما خدامش، واش ممكن يصيفط لي الاخ ديالي او الاخت ديالي او فرد من افراد الاسره واش ممكن يصيفط لي الضمانه انا علما انني انا ما خدامش؟ نعم اخي، ممكن يصيفط لك الضمانه، ممكن يدير لك الاستضافه ويصيفط لك الوثائق ديالو ديال العمل كامله بما فيها كشف الحساب البنكي وشواهد ديال العمل ديالو، شواهد ديال الاجره ديالو لي فيش دو باي. الا كان عنده شركه صيفط لك الوثائق ديالو، جميع الوثائق اللي كطلبها القنصليه
للطالب الفيزا خصو يصيفطها لك ورفقهم بديك الضمانة ورفقهم بالاستضافة. إذا إخوة لحد الآن كنتمنى أنني نكون وضحت لكم الفرق بين الضمانة والاستضافة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.